هنكمل اخر جزء في الفوكال ده في الفيديو وناخد جزء خاص بالبيجر اشهر سنه اللي فاتت. كان اخر حاجه في الحاجات اللي اتكلمنا فيها كولانجيوكارسينوما ونتكلم عن بريكتر زي برونكوجينيك او برونكيال كارسينوما في سيكشوال بريكتر كولانجيوكارسينوما بريكتر تايب اللي هي بتبقى سب كابسولر وهي كاركترستيك ريتراكشن او ديتاكتيف وكده. في سنتر تايب اللي هي فلات سكين تيومر اللي هي عند القرينة او الميتنج اوف رايت اند ليفت هيباتيك دوتس وتيجي عند ليفر ايلاند وهي كاركترستيك انها بتعمل انتر هيباتيك ليفر دايلاتيشن وسكريات في السي بي دي جيل بريفر نشوف الكلام عليها. وتالت نوع اللي هو الانتر دكتور كلانجيوكارسينوما اللي هي جوه السي بي دي نفسها. في الدايجنوستيك فيو انفلتراتيف هيباتيك ماس كابسولار انفكشن ممكن كاركترستيك 1 with a blade resistant enough all the characteristic in the biliary tumor in the home of the tumor type of tissue clear or any other type of tissue that has delay in the enhancement. The brief branches by the distal second quarter branch. الناس عندها بتبقى كبيرة وأكثر حاجة بتفرقها مع ده المنظر بتاعها تبقى بريفر سب كابسولر ريتراكشن على الكبسول بتاع الليفر انفلتراتيف ماس ان ديفاين مارجن. ساعات بلاقي السبيس اللي بتكون نتيجه للريتراكشن ده هيبقى في اسيتيك فلويد يا اما بليز او انسينويتد باول لوب. وادي الناس الارتيريا مش حقيقيه برضه الهانسون كتير وعارفه المكان كرودوس. اما في الديليد فيز فبلاقي فيها برزيستنت ديليد انتنشن. اوكي دي الكولانجيوكارسينوما. من هنا نلخص السيستيك اند سولو هيباتيك ماس. السيستيك بنبتدي من اول السيمبل سيستيك هيباتيك ماس ايجا سندروم اللي هي الهول مين وورد كومبلكس. يعني يبقى في هيمانجيومتا على السيستات بيري بيلي ريسيست ونعمقومة بيلي ريسيست دينوم دي برضو انت مش عارف نقولها كلام هنا. احنا بيلي ريسيست دينوم تبقى كومبلكس سيست كان سوليد ماسس ويت انهانسينج سيست. السيست اللي فيها تبقى انهانسينج وليها بارت سيست بارت سوليد وتبقى بيري فروت ويت مول انسيست. دي بيلي ريسيست دينوم من السيست بيناين ماسس وصدها بيلي ريسيست دينوم تفسيسز بأنواعها وهي العلاجات الدوكوين كوكس. المالجنانت البيلاري سيستم الكارسينوما سيستم كولونجي كارسينوما سيستم كولونجي كارسينوما كل تيوان بس كل سوليد ماسيس اللي احنا عارفينهم قلنا عليهم من الجيوما اف ان اتش ادينوما من زي كايما تيوما زي لايبوما والاندي ماي لايبوما ديجنراتيف مديول والسيدرو بلاستيك مديول ديس بلاستيك مديول فوكال فاكتيك فيكريشن وفاكتيك فيوز فاكتيك هيلثي ليفر فوكال فاكتيك فيكريشن او سوبر ليجن زي فوكال فاكتيك اتش سي سي بنوعيه الاوردينري فايبر لاميلا الكولانجيو كارسينوما والديبوزيت في الليفر هايبر فوسفور بندي باي الثلاثة المشهورين بتوعنا بنايت اتش 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 نجوم هيباتيك حيوانية عند هايبر بليزي والماليجنسي هايبر فوسفور قلنا ال اتش سي سي والميتاستاسيس اوف هرمون سيكريتنج او هايبر فوسفور برايمري زي ايلت سيلز البانكرياس والكارسينويد رينال ادرينال كارسينوما فيتس ثايرويد ساركوما في الهايبر هايبر كود في الالترا ساوند طبعا هيمانجيوما بعض انواع الديبوزيتس ديبوزيت في الماليجنس البناين بتحصل هيمانجيوما فوكال فات انفلتريشن هايبوما بالفات هيبان ده المنظر كونفرونت فايبروزس هيبان ده المنظر انجيوما ده هيبوما كله هيبقى هايبر كود في الالترا ساوند. اما الماليجنس اللي ممكن الاقي فيه هايبر كود وهو ماليجنسي اتش سي سي هايبر فوسفور ديبوزيت او سيل كارسينوما جي اي تي اوريج بعض انواع الكارسينوما الصغيره هم هم نفس الهايبر فوسفور يبقى انه هايبر كود. حاول تكتب الكتاب ده وهتلاقي وراها بوستيريو شويه. واحنا بنبص على السيت بالذات ايه الستيتس اوف ذا ميجر هيباتيك ريسك ممكن تديني فيه من
لو اتكلمنا عن هيباتيك فين، لو انا دايليتد اشهر حاجه هتيجي في بالنا الباسيف هيباتيك كونجيشن اللي هو سكندري هارت فيل، او ان يكون في انترا هيباتيك اكسترا هيباتيك ارتيريوفينس شنطين وهايبر فاسكولار فلو لان دايليتيشن والهيباتيك فين ممكن كمان تعمل رايت سايد اوف هارت فيل. ايه اللي هيعمل اوكلوجن بالهيباتيك فين؟ ضغط عالي طبعا رقم واحد، ومنه ان الهايبر كاريير بيخش معاك كود او تسيبها كود زائد تيومر في الجسم دلوقتي فين راح متاكد نتيجه التيومر بريشر او تيومر في الجسم دي الحاجات اللي ما تبينيش. بورتال فين دايليتد ايرلي بورتال هايبر تنشن شانتنج بلاد بلاد جوه الليفر او تيومر انفيجن ترومبس انفيجن البورتال فين حالات الاتش اف سي مورتال بين اوكلوجن او كولابس ده بلاقي ان في حالات الليت مورتال هايبر تنشن مع شانتنج او الكارديوماتوس فورميشن مورتال بين هايبر ايجر ستيت او سيبتيك ثرومبوفايتس ثرومبس قافله وعامله انتراكشن فمصغره الحجم انما المريض ثرومبس ساعتها هتعمل انفيجن برضه تشوف الجسم زي ما هيعمل اوكلوجن هنا هيعمل هيباتيك ارتري دايلاتيشن مع بوتر هايبر تنشن هايبر فاسكولار ليفر تيومرز طبيعي ان هو هيبقى ليه سبلاي بتاعها كونجنتال هايبر تنشن بورتال بين كونجنتال هيحصل دايفرجن بلاد فلو على هيباتيك ارتري بدل ما هو 20% او اي في مانس حاجه اللي قلناها المره اللي فاتت ليفر انكريز دنسيتي وفي كونسيتي نيو كروماتولوزيس او نيو دارون ويتش از انتي Arrange cisplatin, which is chemotherapy for ovarian cancer, like storage disease, Gaucher, or Nimabi, where Wilson will go to therapy. We have a diagram that is in terms of many names, clinic, step down, a scale, we are making. The mushroom are the tumors, the pancocas, multicentric. Sorry, monkey created with daughter cells inside intestines that are written into the peripheral subtext of hash of the erection of blood vessels, biliary cystidoma, cystidoma, carcinoma, bardo, multi cystic melanoma, enhancement cystic, subcapsular, green, schwarz type, hepatocellular adenoma, subcapsular, juvenile hemorrhage, fiber vascular, small size, cavernous hemangioma, يعني في يوم الايجا 4 ملي مفروض كل مزيد في العمر بروسه 7 ملي او ان بروس كل سيستيكتين من 7 ل 8 ملي اكسبتد اعلى من كده بكتير اشوف هل فيها مستراكشر كوي سواء ليومينال او اكسترا ليومينال او اكسترنال ولا ايه لو ما لقيتش كده ممكن يكون ستون باص او حد ستون عمر ريبيتيشن ولسه ما لقيتش دي بدي تخش في السكن بارت بيجينا سنتر اول هي اول بالكيات الضغط مين بالكيات الضغط عشان كده لو في في مره حته بي امبولا امبولا ضغط هيبقى عندي دبل ضغط ريليشن او دبل فريم او دبل ضغط ساين مع هذا الريليشن في دي ريليشن اكيوت كوليسيستايتس عندي سيفير هايبوكوندريال بين فاين بشوفه ان هو لو ان كومبليكيتد بلاقي كوليسترول تندرنس اون برو بريشر على الهايبوكوندريال بوينت بتاعي شوف لو ده انرجي ساين ممكن الاقي كوليسترول في الباك بتاع النك او في السيستو دكت دي ممكن توصل معايا انها تعمل ميوكو سي تعرف ميوكو سي ده بتنشن وتندر ستنشن بالرد ده إذا نبتدي عن دايمتر بتاعتنا في مصر 12 سم والأهم في مصر دايمتر ما يكونش أقل من 5 سم لو أقل من كده وشايفين هو going to extend the glycosyl formation
نعم المفروض ما يكونش اقل من 5 لكن لو جبنا بقى وقول اكتر ممكن يوصل محسوب 4 جنيه ما محتاجه كل اكتر من 4 مللي هي اكسبت بالنورمال 2 مللي بعض الاحيان مع غالب الانيميا مع الفورشر كولابس مع رينا كوليا مع حركه الديرمت توصل 3 او حتى زادت او بعض بشوف سواء انفلين اكيد توصل لما الاقي ليا في النص بين الجينيك اللي بره والجينيك اللي جوه جوه الميكوزا والفراغ الخليجة ليا في الدين طب ميكوزا والدين فالفلاك ساينت والطريق ليا لو كومبليكيت علي بوليستور مهم ان انا بدي داتا في الريبوت بتاعي كان في ميديكال سيستم كلوز كوليكشن ده الاندكيتور ان انا بلفت نظري بالرفع بعض الاحيان بتدخل على طول هل بعض الأحيان بتحضر في حسابات إن هو لما تتصل الإنفورميشن هتتوقع إن فيه أكيجن فبالتالي يوصل عليه ويخش ليه الإنفورميشن. ممكن أريح نفس السؤال عشان ده عادة من الريم اللي فات هو أو يطلع على الريم نمبر. ممكن أريح ديوجن الإنفورميشن والمبرين جاهز في الوول بزيمت وسكوز ستايلز ممكن ما يلاقيش النيرف ستايل مع الكومبليكيشن اسيمتريك بول بابا سيكين ودي هي الفيشه بول مهم جدا حلو بول بابا بول سيكين في الانفكتيف ستون عن النك بتاع بول بابا سمارت نيو سيكين سيمري وربين 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 وربين
البرادر كارسينوما من الحاجات اللي بدأنا نشوفها كتير بدأنا ننتبه ليها مع الفرايد فيزيك. البرادر كارسينوما فيه 3 تايب 3. طيب الأول يكون أحد الكوزز بتاع الفيوز الريجولار أن إيكوال نيورال جروس بتاع البرادر. ممكن يبقى الحاجة التانية إن يحصل فوكال وأفويدنت جروس في البرادر. الحاجة التالتة اللي هي لارج ماس اللي هي إكسترا البرادر إكستنشن والفيدن بنت بتاع البرادر والليفر بارينجما وساعات كتيرة تنفيذ انها تكون اتش سي سي ونفر لارج سوفت تيشو ماسك فيكتيفيتي جود بلاد بريشر بارت 3 او والبولدن نيكول دومينسي جود بلاد بريشر. ممكن ريفيوز زي الهيز ممكن جرب كانت نون كونتراكت ولا كالسيفيكيشن ده ممكن يكون بريف بولد فاكتور زي ما قلنا بوستلين او كولد ستون ممكن يكون كالسيفيكيشن بتاعه
Australia, testing back to school. Dr. Mark Sidney. Dr. Sidney, not the head. Yeah, very sure I have that time. I got converted our way in full English. And the compression of the Mongol. Mount Zordek, external compression of the Mongol. And partial obstruction, and if I work in the world. O Lucas fez com ele, e a Taex, o Chapai Cuchuco, o Lohua, o Lucas fez com Taiwan, beautiful, high touch intense, a gente viu o tomar, leu o Fortinho, trabalho o Fortinho, beautiful, da Richard Sim, um tipo de social form, hard to pressure, the mode, extra divertido, system, a large system, please. O que é uma nada, a edition, a hazard conversion, these types, as I have here, the old, a short type of the intermediate of the diabetic or the acute before the definition of the CP group with rather normal caliber than diabetic vitamins. Even couch is told to be right. The henna will have to be normal or mild. This is a type of strategy. A short type of the one with the chemist, the lower carbon, type 5, the lower carbon. The lower severity, multiple in diabetic cysts and then as well. كم دوكا فيس في المنظر بتاعها في الوقت في المشهور المنظر هذه المنظر في السيكي ويلي فورم دايكيشا السيكي دي انترباتي في مالي مكتزي وهي مفاشستر الكالوري ده يعتبر تايب 5 سنترال دوت ساين او اللي هي مع الساين سنترال دوت ساين سترونجلي انهانسينج تايني دوت اللي هي البوردر او الفينوس راديكي within diabetic and diabetic diabetes. We associated معها هلين in activity في حالة مزيحة على طول associated معها the double spawn kid. هذه المنطقة don't enter diabetic test dilatation of the biliary tree central dot the dot ده اللي هو كان اساسا بين ماشي جنب البايرد البايرد كان ربنا حرمها وعدت فكبرت فهو اللي هو ايه دي بتاع من سنترال دوت بهذا المنظر ده الفينس بورتر راديك اللي كان ماشي جنب البيلاري ودي المنظر انت عباده سيستم ديلوكيشن تاي 5 ايه تاي 5 كوم دي بس ودي الماس اوف ديلوكيشن ونرجع قصر ما جانا كلمة شوية شوية ونبريفل ده سنتا فلاتسكي تيومر سمول هايدرمان كونتراكتنج سي بي دي و سيو ترايباتيك اكسترا ديباتيك زي ما من شوية ترايباتيك اللي هي بريفرال دوايت سنتا يعني معناها لو ديك ترايباتيك اللي هي بروفايل باي باك روشن كابسول ريتراكشن حاجات المهمة دي فلاتسكي ميتنج او for a reason or fusion of most genetic dogs by nuclear skin. Central collagenous skin. The number, what do we have? Delay the announcement of the genes of the tissue of the web. We have massive degree, yeah, moderate to massive degree in diabetic beta dilatation involving most diabetic loops. HCC ممكن تضغط على بيئة الدين بقى توسع ويموت وحدها. Involving most hematic loops with rather normal caliber respectively. The intraductal cholangiocarcinoma, which is not just a common way that again, must take care of the mother killer, so tissue medium will go with the polyphone. The ambulatory carcinoma is a tissue involving the ambulatory. Now, احنا دي الامبولاري. في differential diagnosis اللي انا معايا اللي هو very ambulatory tumors. بتحط فيها كل حاجة. بنكريات الجيت, intraductal cholangiocarcinoma, adrenal, and ambulatory carcinoma. عندك أربعة أو خمسة مراحل بجانب حاجة external يعني. Soft tissue mass involving the involvement. Double duct sign dilatation of both CBD and pancreatic duct. و ambulatory mass they are variable attenuation. Social differential diagnosis of bulging babies. يعني برضه حالة كده. Bulging by soft tissue medium bulging, second part of the knee, bulging by hand double dot sign. Leg, CBD, leg. And
Yeah, very good. نتكلم بسرعة الـ benign biliary, benign causes of biliary obstruction, stones, large blood flow, disease syndrome من برا, benign stricture, even gastroenteritis, surgery of intervention, bone stone, clean pancreas, that causes trauma, cholangitis, واحد. هنا malignancy, cholangiocarcinoma, pancreatic and biliary, duodenal, invasive cold bladder cancer, lymphoma, and barra, benign malignant pediatric. حاجات المهمة اللي احنا بنشوفها أمثلة لون برايمري سكليروزي كولونجايتس. The classic immediate appearance of a string of sausage appears, permitting dilatation and circumferential stricture of intrahepatic biliary tree, that primary which cause combined finding of multiple pressure, friction, feeding, cold, vibrant, liquid, ethanol, حتى dilated. ممكن يتكون فيها stones. That environment is sclerotic and sclerotic colonization. That's associated with autoimmune disease, second type is biogenic colonization. What can be the element of biological colonization? Now, what is marked by the patient or system by the patient? Intrahepatic biliary tree is stone formation. Then, the count biogenic colonization. Then, biomatic sclerotic colonization. With a stone fade, primary sclerotic is a number of individuals. Oriental cholangitis, dilatation, stone formation. The classic skin highlight, cholangiocarcinoma. The bacteria cholangitis, the high, the ascending cholangitis, the infection, the young term cholangitic abscesses. The primary sclerotic cholangitis, permitting the area of the dilatation, the stricture, the embryo, the gliomas. Pancreatic cancer, health, لقيت كوز ستون برضو بعد تبعته في السنين عشان تعملتي كمان واتيفر ما لقيتش يعني لقيت اي كوز غير الكاتره ببتدي اخش في الترايفين عشان اشوف نوع التيومر كان فين والاكستنشن. Thank you.